بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا عايز الفيديو ده يلف الدنيا كلها، عايز الفيديو ده يلف الدنيا كلها. ايه اللي حصل بعد نهايه لقاء الاهلي مع فريق الهلال السوداني؟ حاله هرج ومرج عملها فريق الهلال. هفرجك وهنوجه رساله مهمه. اتفرج شويه كده، اتفرج لك، اتفرج. ده الممر، الامن واقف في حاله هرج ومرج غير طبيعيه. اتفرج، ازاز بتتحدف. الأمن بيحاول يحوش، مفيش. أهو عمال يحدفه على الأمن، على كله. اتفرج، الناس بتحاول يعني تتدخل، يشيلوا أي حاجة بيحدفوها، بيلاقوا أي حاجة بيحدفوها، أزايز، أي حاجة موجودة بيحدفوه على الأمن. أدي واحد بيتعدى على الأمن كمان أهو، بيزق في الأمن، ولما عرف إن حد بيصوره سابه. وأدي اللي بيصور بيقوله بصورك بصورك أهو، في إيه؟ هفرجك، هفرجك يا باشا، هفرجك. ودي الرسالة، قلتها قبل كده، قلتها قبل كده. أنا كنت فاهم، أنا مش متفاجئ. قلت لكم في حالة غل غير طبيعية. في حالة إيه؟ غل غير طبيعية. طب الكلام ده وبيحصل عندنا إحنا في مصر، وبيحصل عندنا في استادنا، امال هناك كنت هتعملوا ايه؟ عشان لما الكاف حاول يتدخل ويجي يقول لك منعوهم من ان هم يمسكوا اي مباراه او يكون ليهم اي جماهير او يكونوا مسؤولين عن تنظيم مباراه، بيقول لك احنا مظلومين، احنا مش عارفين احنا عملنا ايه، والاهلي ابن الكاف المدلل وكل الكلام ده، ولا احترموا الناس ولا ساكتين. بص بص المنظر، بص المنظر، بص بيكسروا في الحاجه، والامن بيحاول يتدخل مش قادر عليهم، الناس بتحاول تحوش. مالهم؟ في ايه؟ ايه القصه؟ القصه باختصار شديد، لعيبه الاهلي وهي طالعه من الممر داخله على اوضه الملابس، مره واحده لعيبه الهلال جالها شوطه وبداوا يتعدوا على لعيبه الاهلي. حاول الامن يحوشهم، دخلهم الممر دوت عشان يطلعوا ويمشوا. لا مش عايزين يمشوا، مش عايزين يمشوا، عمال يحدفوا لعيبه الاهلي، عمال يخبطوا، عمال يضربوا، والناس شاهده على القصه، والامن شاف، واكيد انتوا شفتوا التعدي حتى كمان على الامن. ادي المنظر، ادي حالة الانفلات الشديدة جدا، ادي المنظر. وادي الامن بيقول لهم احنا بنحاول يا جماعة، اهدوا، اتدخلوا عشان خاطرنا خلاص. ادي المنظر، وادي كل حاجة بتتصور، ولو ما كانتش اتصورت يا جماعة ما حدش كان خد باله. الرسالة اللي انا عايز اقولها، وانا قلتها قبل كده بحس الوطني، قلت لكم يا جماعة في حالة من جوه كده، غيرة كروية. الغيرة الكروية على فكرة موجودة جدا في الكورة. اكون عندي غيرة، اتمنى ان انا اكون احسن من اللي قدامي، ولكن ما اذيش اللي قدامي، ده الفرق. ولكن في حاله غيره غير طبيعيه، في حاله شحن مش مفهومه ومش معروف لها ملامح، ولما انا حسيتها من بدري، وده اللي خلاني اتعاطف مع الاهلي واكون معاه ضد الحمله الموجوده ديت اللي فيه شحن زياده، ونيجي نقول لا يا جماعه كلنا مع بعض، كلنا نتكاتف، احنا مع النادي الاهلي، هبقى معاك انت. يعني انا قلت لك قبل كده عايز يتعدى، هو تعدى، هو قدامك شفت انت، عايز يتعدى بايدك انت، وكمان انت تدعمه وتايده. طيب دلوقتي اللي كانوا بيدعموا ويايدوا من اللي عاملين نفسهم زملكاوي راضيين على المنظر ده؟ راضيين على المنظر ده؟ وفي كمان دلوقتي معلومه ان في اصابه من الامن وفي اصابه من لعيبه النادي الاهلي، هل انتوا راضيين؟ يا راجل اتكسفوا، عندكم شام الاحمر راضيين على الكلام ده وانتوا عاملين بتدعموهم؟ واحنا عاملين بنقول اهلا وسهلا وعلى دماغنا، التعدي اهو والصوره ما بتكذبش، وانا كمان مستني حد يجي يوضح، ولكن الصوره ابلغ رد، ابلغ رد، شفنا كل حاجه قدام عينينا. واللي كان عمال يبرر ويجي يقول لك الله يا سيد البلد، الله يا هلال، جمهور السوداني على راسنا من فوق، ولكن انا بتكلم على هذه الطائفه من الشحن الغير مفهوم، ومن هؤلاء اللاعبين، ومن بعض الجماهير المتعصبه، والاخ فضل موسى اللي عمال يسخن وعمال معرفش ايه، ونرد عليه ونحاول نقول كلنا ايدينا في ايدين بعض نصد الحاله اللي فيها عصبيه دي، ولكن ما حدش بيساعدنا، بيستغلوا منصات من ناس عاملين نفسهم زملكاويه للاسف. ويجوا واجي اقول لكم يا جماعه والله بيتم استغلالكم، والله بيتم استغلالكم على اعتبار ان انت زملكاوي وغريم تقليد النادي الاهلي، فانا هستغلك من اجل ان انت بقى ايه تعمل تعصب مع لعيبه الاهلي ومع جماهير الاهلي، وكله يقعد يتكلم ويغلط في بعضه. راضيين عن نفسكم؟ منظركم ايه؟ اللي كانوا اللي عاملين نفسهم زملكاويه دول، ولا اي حد كان ضد النادي الاهلي كرويا وفضل يدعم في دول، منظركم ايه دلوقتي؟ لا عادوا تقولوا عليهم سيد البلد، وايوه اكسبوا الاهلي، وايوه اسحقوا الاهلي. وانا اقعد اقول لكم بلاش تاكلوا الطعم ده، بلاش تاكلوا الطعم ده، في حاله شحنه مش مفهومه يا جماعه. ليه كل ده؟ ليه؟ ايه المبرر؟ بيزق في الامن؟ بيزعل الامن؟ في ايه بالظبط؟ ايه اللي حصل؟
برضه برجع وبقول انا عمري في حياتي ما عممت، ما بعممش. جمهور السوداني يا باشا، الشعب السوداني ده على راسنا، ولكن الفئه دي مرفوضه منبوذه، والكلام ده لازم يطلع، والكاف كمان يشوفه ده بعد المباراه. ادي المنظر، واتمنى ان الناس اللي كانت بتعترض علي انا، وانا بقول لكم يا جماعه في حاله غريبه، في حاله هجوم علينا كلنا، في حاله استخفاف بينا كلنا يا جماعه. مشحونين دول، مشحونين من واحد زي فضل، من بعض المنصات اللي بيستغلوها كمان. وايوه احنا بنحب الزمالك، انتوا حبايبنا زمالك، عشان بعض الجماهير الزمالكاويه تتعاطف معاهم، ومنشئين المحتوى الزمالكاويه تتعاطف معاهم، بيقول كلمه حلوه في ناديك فانت تيجي تقول له انت حبيبي، لكن هو مش بيقول لك كلمه حلوه من باب الطاق وعايز يستغلك. ومش كان بيقول لك في زمالكاويه 16000 يحضروا، برضه طعم بيرموه عشان الجمهور الزمالكاوي يخش. ادي الطعم واد اللي حصل، ومنظر لا يليق، لا يليق باي حد غيور. اول حاجه راجل طيب يا محترم، ده انت ضيف عندي، احترمني قدرني، وانا هشوف موقف مجلس اداره الهلال السوداني هيقول ايه. والاهم عندي من رد الهلال السوداني، منشين المحتوى اللي تم استغلالهم اللي دلوقتي هبتدي يقلبوا تاني ويقول لك احنا مع الاهلي عشان ريتش الهلال السوداني اللي قلت الله الغني عنه ورفضته وكانت لمصلحتي. خد بالك انا راجل زملكاوي جدا، وعلاقتي مع الاهلي اصلا الشهور اللي فاتت مش كانت احسن حاجه، فكان لمصلحتي ومحدش يعرف يغلطني. زملكاوي واسلام علوي ابا مع الهلال السوداني ضد الاهلي، ولكن انا فهمتها بدري وقلت الرياله مش سقطه، والله فهمتها بدري ولقيت الحوار مش كوره خالص. انا اتضايقت جدا بسنه عليكم، ووصلوا الفيديو في كل حته، عرفوهم ان احنا شفناهم وعرفوا ان شكلهم مش حلو. سلام عليكم.